الشغله. بعد كده بقى عايز اتعرف بقى ايه العمليات اللي ممكن اعملها على مخرج المفرطه. العمليات، فالعمليات اول عمليات في عمليات قصف خارجيه، في عمليات قصف داخليه. قصف خارجيه اول حاجه بنعمل فرطه طوليه. فرطه طوليه ممكن بقلم زي ده كده اعمل فرطه طوليه. قلم ده اسمه ايه بقى؟ هو قلم فرطه طوليه. القلم بيسمى القلم بيسمى باسم العمليه اللي بيعملها. تمام كده. دي عندي اللقمه دي اللي هي فيها لحد القطع بتاعها. تمام كده. دي لقمه كربيديه. كربيديه؟ لقمه كربيديه عشان احنا عندنا انواع الماتيريالز بتاعت التول، اما بيكون هاي سبيد ستيل، اما بيكون سمنت الكربايت زي دي، يعني كربيد واتربطت مع جسم القلم. ده جسم القلم حامل، بس حامل مجرد بس دي بس هي الكربيد. هو ده اللي بيقطع بس. هو ده هي دي الكربيد. بيت الحته دي مالهاش اي لازمه. ده كله بس حامل، ده كله بس حامل يشيل السن بتاعك زي السكينه اللي هي حامل تعرف تحط السن السكينه بتاعك. تمام ده بس حامل القلم. في انواع دم تلاقي السن معمول اصلا في الجسم نفسه. مدفون فيه. ممكن تتلحم او ممكن تتربط، ممكن تلاقي القلم نفسه، القلم نفسه هنا 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 كلهم ملحومه. يعني كلها كانها لومه ولاحمها. لا في شيء تشيل الحته دي خالص، تمسك اصلا جسم القلم ده في الاخر تقوم سنه. يعني منه فيه منه فيه. ده هايسبيس. ده هايسبيس. ده هايسبيس هتسنه على انما ده ده معدن معين له خواص معينه اللي اقدر اعمل فيه كده. اللي هو الصلب. الصلب عالي سرعه، الصلب ده عباره عن حديد وكربون. تمام. عشان تبقى عارفين الماتيريال زي اول شابتر. تمام. اللقم اما بتتلحم اما ان هي بايه؟ بتتربط مثلا. بمسمنة او بتتلحم صح؟ تمام. او بسن البتاع نفسه القلم نفسه. بس القلم نفسه انت انسان هاي سبيد ستيل. لا يمكن اعمل الجسم ده كله سمنت الكربايت انه غالي جدا. تمام. وماده فيري بريتل. هشه جدا. انا ليه بتحب تخسر بحاجه تعمل زي ماده تقطع بيها الشغله تكون هاردر زي الورك بيس؟ صح هاردر. يعني لو مش هاردر مش هتقطع الشغله. ما ينفعش تجيب خشب مثلا وسيله اقول هقطع بيها الحديد. فانت بتستخدم ماده بتاعت التول نفسها ليها هاردنس عاليه. كل ما الهاردنس بتزيد كل ما الماده تبقى انشف بتكسر بسهوله. تمام. عشان كده بتعمل حته صغيره من سمنت الكربايتس. يعني انا بعلى بالدرجات اول حاجه عندي بستخدم الهايس بي سي الماتيريال الاعلى سمنت الكربايتس. الماتيريال الاعلى سيراميكس مواد سيراميكيه زي الالمنيوم اوكسايد سمنت الكربايت زي حته الرمل. الرمل ده يعتبر ايه؟ سيراميك. سيراميك سعرها بيعلى طبعا. اغلى. سعرها اعلى وبتشتغل مع سرعات اعلى ومع حراره اعلى. يعني انا لو مشيت مع سرعات عاليه في حراره عاليه في ماده تتحمل ايه؟ الحراره عاليه وليها هاردنس عاليه. ماده متحمله. اعلى ماده ليها هاردنس هي الدايموند. الماس. الدايموند الماس ده اعلى اغلى حاجه. بالتالي بتعمل اعلى تحمل. بتجيب الفص، فص الماس مثلا ب 1000 جنيه، فص غير المفروض تحطه. طبعا ده اعلى دقه واعلى هاردنس ودي اعلى يقطع مع اي مكان. مش موجود في مصر ده؟ لا موجود. موجود؟ طبعا مع الشغلات اللي انت عايزها طبعا موجود طبعا. يقول لك اللي هيكسبي اللي لسه جاي فص ب 1000 جنيه او 2000 جنيه، فص الماس قد كده مثلا نقطه صغيره تشوفها يعني. طب وده طبعا بيتاكل مع الوقت برضه؟ لا هاردنس ليها عاليه جدا خالص. ما بتاكلش اكتر ما تيجي ليها هاردنس عاليه على كل المواد كلها. تمام. بتاكل كل المواد ما بتاكلش. طيب يبقى كده اول عمليه في عمليات التورنينج عمليه ايه؟ خراطه طوليه. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل خراطه طوليه. ممكن اعمل حاجه اسمها ايه؟ فيسنج، خراطه وجهيه. ممكن بالقلم ده بميل معين يعني ده اميله كده اخش بيه يعمل خراطه وجهيه. ايه خراطه وجهيه دي؟ وجهيه. خراطه وجهيه دي لو انا عندي في حته معينه بس عايز انضف السطح ده. طوليه يعني عايز انضف السطح الطولي ده، يعني الطوليه عايز انضف ده، عايز اقلل الكتله ده من 50 اخليه 40. تمام. يبقى دي اسمها خراطه وجهيه. شامل الاسطوانه كلها. عشان يعمل على مدارها كلها. اما الوجهيه اول ما بجيب شغله زي كده مثلا عايز انضف السطح ده اول، انضف السطح الوجهي ده. فدي اسمها خراطه وجهيه. الاتجاه التغذيه يبقى عامل كده. ايوه ايوه تمام كده. تمام. اما في الطوليه دي التغذيه طولي كده. طيب عندنا في عمليات ثانيه حاجه عمليه اسمها بارتنج اوف. بارتنج اوف يعني ايه؟ بجيب قلم بشكل معين كده بحط ورقه قلم ورقه ورقة ورقة. هيبقى عامل كده. يبقى عندي الشغلة ايه؟ طويلة كده. أمال ده اللي حضرتك حطيتيه ده الأول؟ ده؟ ده ده القلم. ده القلم بتاعي طيب؟ قلم بورتنج أوف. قلم بورتنج أوف. دي ورك بيس. ده البورتنج أوف. دي طولية بقى. عرضية. دي بارتنج اوف يعني ايه؟ حاجه زي المنشار عايز اقطع، عايز اخش الدواء اقطع كده نفس الدعم ده. يبقى كانها من ضمن عمليات الخراطه الوجهيه.
زي الوجهيه بس الوجهيه تبقى ايه الوجهيه مش بس لحد هنا لهنا بيبقى الوجه موجود اساسا لا هو الوجه موجود بس بيدخل لحد جوه هنا بينقط الوش بتاعه اول مره بس بتقعد تتحرك كده لا يتحرك كده بالظبط زي البارتنج اوف عامل زي نفس الاتجاه بس البارتنج اوف بقى اعمله وخلي بالي من حاجه عايز اللاين اهو لما اجي اخش بقى البارتنج اوف بمشي بالقلم لحد الاخر ولا بمشي بالقلم لحد السنتر لاين بس سنتر لاين بس عشان شغله بتدور فالمكان اللي قطعته هنا في نفس اللحظه يكون دي لفت هتلاقي كمان ايوه قلم البارتنج اوف بقى لو مشيت لحد النص بس بتبقى ايه حاسه سمسمه بيطلع لي في المنتج بتاعي اعمل كده بيطلع لي سمسمه صغنطوطه قوي كده سمسمه هم سمسمه سمسمه ماسك القلم ده تمشي بيه فوق النص بشويه تعدي النص مش موجوده يعني انا في الفيسنج بمشي لحد النص بس وبتطلع لي سمسمه لكن في اللي هو البارتنج اوف بمشي لحد بعد نص شويه على حسب لو انت الشغل ده اللي محتاج وتعمل فيه تقل فيسنج مثلا وهتكمل لحد بعد السيت الله هم دول نفس العمليه نفس يعني نفس العمليه لكن دي بنسميها خطوه فص انما الثانيه بنسميها خطوه وجهيه عشان انا بس بقول المره دي تمام يعني ساعات ممكن يعمل عكس ممكن في البارتنج اوف يمشي لحد النص بس ليه مثلا يبقى ده ظهر الشغله يعني مش الشغله تبقى عامله كده ينظف هنا في الفيسنج ينظف فوق السيت الله فيسنج جنب فوق السيت الله ويجي في البارتنج اوف يبقى له سمسمه ده ظهر المنتج مش عايزه في حاجه يعني هو عايز بس وش المنتج ده يدخله في حاجه ثانيه مثلا تمام هو وش المنتج مش عايز يشوف السمسمه دي بينضفه بقى خالص ده فيسنج لا فيسنج يبقى البارتنج اوف ممكن لما بيعمل مثلا كنت شفت مصنع فاكر لما قلت لك انا موضوع الكولت ده كولت دخل بارت كبير قوي كان بيشغل فيسنج وبعدين بقى بعد ما يشغل الجزء بتاعه يقوم فاصله وهو بيفصله يطلع سمسمه كان بيعمل برضه يروح لحد سنت اللاين بس ما كانش بيعدي سنت اللاين عشان كده بيعمل سمسمه ما كانش فارق معاه ظهر هي نفس البروسيدير بارت اوف زي الفيسنج بالظبط الفرن ده بيطلع سمسمه وده ما ده مش هيطلع الفيسنج عامه هو المفضل انا بقى فيسنج معناه ان انا بدخل الصوت التاني ناعم وبعدي سنت اللاين تمام البارتنج اوف مني في نهايه المنتج بتاعي ما بعديش لو انا الظهر بتاعه احتاجه تاني يبقى اعدي ولا تبقى بارتنج تمام تمام اعدي سنت اللاين تمام طيب في حاجه تانيه عمليه اسمها عمليه ايه ان انا اعمل كده عندي منتج اهو عايز اعمل فيه مجرى كده مجرى صغنطوطه يعني مجرى عاديه تمام خلينا معايا تعمل حاجه اسمها رساس كده يعني بقى شايل الشغل اللي عامله كده تخش بقلم عامل كده يعمل لك شكل ده عاديه مجرد بس ما يخش كده قلم 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 رصاص يعمل لك اسمه ايه قلم قلم اسمه ايه قلم رصاص اسمه رصاص رصاص تمام تسميها فورم ايه فورم سنجل بوينت تول ان هو فورمه بتتعمل على المنتج بتاعي تمام انت بتعمل مجرى كده عايز تخيل عايز تعمل دي في مجرى بدخل قلم كده بس تمام ده مثلا شايفين يا جماعه الحس الصغنطوط ده اللي داخل جوه ده حاجه ثبت حاجه وفضل ايوه هو بيلف هنا بقى عمال ياكل منه يعني تمام يعمل لي مجرى كده يعمل لك مجرى كده لو انت زي حليه او حاجه كده من ضمن العمليات ان انا اعمل حاجه اسمها الوز ايه الوز ده فين الوز ده طبعا الوز ده موجود هنا ده في قلم اي نهايه قلم ده الحته اللي هنا دي داخل معاها عن طريق ايه الوز تمام الوز ده بعمله بايه؟ بجيب قلم قلم زي ده كده زي مثلث بالظبط زي ده وابدا امشي بيه ودي تمشي كده وكده ولا انا اللي امشي بيه؟ لا طبيعي الشغل ما يمشيش دي بتلف بس بتلف بسرعه القطع تمام اما اللي بياخد حركه التغذيه وعمق القطع القلم ايوه صح مشكلتي معاكم امبارح ايوه لا انت قلت لنا القلم بيخش هو يعني دي أيوة ده الدبس اوف كات ابعد الرسمه انا هو ثبته هنا تمام اول حاجه قلت بقرب بالشغله دي بخش عمق قطع معين عشان ده ده الدبس اوف كات تمام والفيد ان انا امشي بيه كده او كده تمام دي بتدور فبتاخد سرعه القطع تمام دي هتدور ده بسرعه القطع وبعدين ده هيخش عمق القطع طب لو انا سبته في مكانه هنا هياخد قشره واحده بس عايز اكمل فبمشي بيه بقى اي سطح اصلا بيطلع من المخرطه بيطلع لي شكل الحلزون يعني طبيعي ليه تخيلوا كده يا جماعه لو انا حطيت قلم مكان القلم ده قلم فعلا بيرسم تخيلوا كده هيطلع سطح الشغل ده مرسوم عليه ايه دوائر وحلزونيه ايوه ايوه الفكره في ايه ان انت في العمليه الخريطه الطوليه بتقلل التغذيه جدا فتخيل الحلزون ده مش باين كانه دوائر اسطوانات بس اي اتعمل بس خطوه صغيره جدا فبالتالي مش باين كانه سطح مايل عشان تكبر الالوظ تكبر التغذيه تمام كان عمليه خلاطه ليه بس اللي عملته ايه كبرت التغذيه بتاعته دخلت عمق قطع اكبر عشان يبان السنه يعني هنا مش باين السنه ليه عشان انا ما خدت تغذيه جدا تغذيه قليله جدا قطع صغير خلاص انت ملفات تمام انما لو كبرت تحت الميكروسكوب شفت الصفحه بتاعتك تلاقي فعلا حلزون طالع نازل كتير قوي طالع مثلثات كده اي لسه عامله كده ايوه تمام فنفس الكلام هتلاقيه لو بس الفكره بعمل ايه؟ باخد تغذيه عمق اقطع بالقلم بتاعي اكبر تمام تمام كده؟ تمام الفكره الثانيه وانا بشتغل بالقلاوز لو انا عايز اشتغل اوتوماتيك مش مانيوال
بنعشق عمود الالوار. فاكر لما قلنا امبارح في عمودين هنا؟ ايوه ايوه. في حاجات من هنا بتشتغل مانيوال؟ ممكن اعمل وايد اللي بتتاثر فيها. ما هو قال كده. عايز اقول لك انا مش بعمل صوره القطر. انا بعمل تخزين زي الشنيور. هل انت قلت له تدخل في الحيطه ومين اللي بيدور؟ مين بيخش الارض دورك؟ مين صار؟ انت مجرد بتعمل ايه؟ استخد بالك الشغله في الشغله شغاله. انما انت مش هتقعد تمسك الشنيور دي ايدك مانيوال وتلففه وتقول انا هقطع واخد الشغله. الشغله بتدور اساسا. هي معنى صوره القطر. فهمتك. هو صوره القطر اللي كده ده. انما انا القوه اللي بعملها منين؟ هي بس مجرد ان انا بعمل تخزين. دي اللي ماشيه اساسا. هو ده اللي بيعمل الشغل مش ايدك. وطبعا لو دخلت عمق قطع كبير هتتعافى عليك القلم تكون مكسور منك. مش هتعرف تتحرك انت اصلا. وانت دخلت مانيوال صعب. انت عاملين قطع غطاء صوت ولك او ماني ملكم شنط قطع كبيرة تغذية كبيرة ده حملة عالي على القلم. القلم يتاكل بسرعة. ممكن يكسر كمان. بوز منك على طول. طبعا هيتاكل سريع. وبعدين يتاكل منك لو انت دخلت تعفيت. تمام. لو انت دخلت شنط قطع مثلا 5 مللي مرة واحدة او 10 مللي. لا واحدة 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 واحدة. عامل خفيف. بالظبط كده. لو دخلت مرة واحدة عارف تكون دي القلم ده منه مكسور منه. بس كل قلم اكيد له حد معين اخش لحد بيه. على حسب نوع العملية. تمام. بقول لك دلوقتي واحنا بنعمل العملية. طيب طيب المهم دلوقتي كده قلنا عمليه السي بكده كلام عليها قلناها بارتنج اوف فيسنج واللونجيتودينال تورنينج ان انا اعمل ريسس يعني او اعمل فورمه على الشغل. تمام حالي يبقى اربع حاجات او جروفينج بنسميها قلم جروف. بيعمل جروف. جروف يعني جروفينج. تمام تمام. قلم جروف. لا كده عملت خلطه ايه؟ طوليه. عملت خلطه خارجيه يعني خارجيه خارجيه تجويفات بقى. حلو قوي. قال بس ماسك الحته دي انا عايز اشرح كل عمليه اللي قلتها فين التفكير اللي بياخدها مين بياخد عمق القطع مين بياخد حركه القطع. اولا متفكر حركه القطع مين بياخدها دايما القلم ورك بيس الحركه عمق حركه القطع. ايوه ايوه ماشي. القطع السرعه اللي بتاخدها الورك بيس. تمام. التغذيه وعمق القطع بتتغير اتجاهاتها مين اللي بياخدها. هي طبيعي ياخدها الطول بس الطول بقى في اتجاه التغذيه ولا في اتجاه التغذيه؟ لا هو في اتجاه التغذيه ده كده عمق قطع غير حسب نوع العمليه. ركزوا معايا. تمام. حركة القلم لجوه كده. حركة القلم لجوه دي اسمها عمق القطع عشان مثلا عايز اشيل من دي دي كانت بتطلع 20 عايز انزلها 18 اخش عمق القطع كام؟ 2 مللي؟ لا 1 مللي. 1 مللي عشان من هنا ونحط 1 من هنا 1 من هنا. ايوه 1 مللي بتقسمها على 2 بتعمل قطر الخارجي بس القطر الداخلي على 2 يديك عمق القطع اللي تخش بالقلم. تمام تمام. تخش بالقلم ده 1 مللي. دخلت 1 مللي يعني عمق القطع في اي اتجاه؟ في الاتجاه ده. الاتجاه ده تمام. ده مهم جدا. ده اهم حاجه تعرف تفكر انت بتفكر اي ماده تعرف ترسم. خلاص طوليه تبقى ترسم لي شغله عامله كده. اهي. ترسم لي القلم. كده. يبقى ده قطر الانيشيال. دي كابتن. وده القطر النهائي. طبعا ليه عامل الشكل ده؟ عشان القلم بتاعي واحده زاويه. تمام تمام. مكبره. فهيقوم جاي ده دلوقتي عندي. قام قايل ده قطر الايه؟ الفاينل. ده قطر الفاينل هيبقى كده بعد ما يتشال. تمام. بعد ما تشال يعني ده اتشال وده اللي لسه عايز اشيله وانا بمشي. حلو جدا. القلم ده دلوقتي كده فين حركه عمق القطع فين؟ اتجاهها فين؟ فوق جوه كده. برافو عليك. يبقى انا عندي كده دي مسافه ايه؟ يعني اتجاه عمق القطع كده. تقوم اعملي ده اتجاه عمق القطع. تمام. ده ان حركه القطع. حركه القطع بتاعت الشغل بار بي ام ان هي حركه هنا دورانيه ار بي ام. تمام. حركه التغذيه ازاي؟ كده وكده كده وكده. اه يمين يعني بس برضه مش هقدر ارجع هنا هنا زي ما شفت الرقم راح جاي كده. اه لا ده انا بقى مراقب بس باكل مش هقدر رايح جاي خلاص. بتمشي كده تغذيه. بتمشي يا جماعه دي خلاطه ايه؟ طوليه. طب لو انا بقى بعمل خلاطه فيسنج اي حاجه في اي حاجه في اتجاه العرض فيسنج بارتنج اوف اي عمليه في اتجاه العرض يبقى الفيدنج بقى كده. بص بقى الفيدنج بقى كده. ركز معايا بقى الفكره بتاعته عايز اعمل ايه؟ صح. الشغله بتبقى عامله كده. هو انا عايز اعمل ايه معلش؟ عايز اعمل فيسنج عايز اشيل 2 مللي كده بالعرض ده. يبقى عمق القطع انهي اتجاه؟ كده ولا كده؟ لا كده كده كده. يبقى عمق يبقى ده كده يبقى عندك القلم بتاعك اهو هتخش كده ده اتجاه ايه؟ الايه؟ عمق القطع. وبعدين تبدا تعمل ايه بقى لما تحط عمق القطع ده؟ شلت الحته دي من هنا ومن هنا. بس في لسه في النص. في النص عايز تكمل تبقى عامل حركه تغذيه في الاتجاه العرض كده بقى. ايوه ده اتجاه عرض التغذيه. تمام. ويبقى ده حركه دوران. يبقى القلم هو اللي عامل حركتين ولكن الاتجاه بتاع التغذيه وعمق القطع حسب العمليه. حسب العمليه. ناس تتجاهل جزء فريزه ناس تتجاهل جزء مشتري ناس تتجاهل اي مكان. تكون فاهم ايه اللي بيحصل وعايز تشوف انهي اتجاه عمق القطع اشيله ده اشيله منين؟ العرض كده ولا بالطول كده ولا اشيله ازاي؟ انا فاهم. طيب ده اهم حاجه ازاي تكون عارفها في ايه؟ في الخلاطه الخارجيه. الخلاطه بقى الداخليه عندنا اهم طبعا بالشكل ده كده لا يمكن اشتغل خلاطه داخليه. لا طبعا ان ثبتها على جنبتين. بس احنا لازم اشغل فيه
شغل عليه ازاي اصلا هو متثبت. مفيش علاقه تقع مين هنا. صح. لازم تجيلي اصلا الشغل عشان فلوس داخليه يكون مالها جايلي مجوه. تمام. هنا احنا يمكن ابدا توق. ممكن كولد. التوق بيتعمل ورق كولد ورق ايه فريش. انا بتكلم على فكره الشغل، الشغله بتجيلك مجوفه يا بنتي. اه عايز اشتغل بس اسويها من جوه او اقللها مثلا. عايز تعمل ايه؟ عندك مثلا كده شغل اهي فيها توب كده، التوب ده عايز توسعه شويه. بدل ما هو كده عايز اخليه كده مثلا يعني. اوسعه. عايز مثلا اعمل ثريد داخلي، مش فيها لغوص داخلي؟ فكره القلم السنون بتاعي ده فيها لغوص داخلي وخارجي. هي ده هنا احنا بنذاكر كلمه داخلي. اكسترنال ثريد از ميد باي تيرنينج. دي معناها ايه بقى؟ اكسترنال ثريد ده اللي عامل في التر اخراطه. هي دي ده على وسط على وسط في الخارجي صح؟ اكسترنال ثريد. ممكن اعمل انترنال ثريد. ما دي اعمل ايه؟ ثريد يعني على وسط. ثريد على وسط ما عشان انت انا وانا طالب بقول يعني خيط. انا ما اعرفش اخر كلمه. ثريد يعني خيط. ثريد هنا المصطلح بتاعنا هنا يعني على وسط. وترنينج خراطه صح؟ ثريد يبقى المشكله مع الانجلش قولي لي الانجلش يعني ايه؟ ترنينج يعني خراطه. طب وليس دي يعني ايه ليس؟ ليس المخرطه البيت اللي هو الجسم او السرير اللي هي البيت صح؟ ايوه بالظبط البيت. كارج كارج سادل اللي هي الرسمه الكبرى سادل هي الصغرى. طب والحته اللي حضرتك قلت عليها امبارح دي اللي هي المدوره دي ده ده عشان يعمل سويفلينج يميل اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ هو سويفل بليت. سويفينج سويفل بليت. سويفل ده انت مع اي حاجه بتدور. سويفل بليت تمام. طيب بس مثلا لو انا عايز اعمل خراطه داخليه ايوه بقى مش المفروض ازاي كده دي هتبقى بالعرض زي كده لا هتحط زي ما هي الشغل كده بس اشيل ده بقى اشيل الشغل قصيره واسيبها بال 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3
بتاعتي بس عشان موضوع شغله نبعد دي بس ونحط ونركب ال... هنا اجازه القطع بتاعتي بس انا عايزه اوسع فوق تويست دريل مثلا اه ادخل تويست دريل شفت الجون انت شفت اه هتدخل تويست دريل هنا بدل الزومبا اه هتشيل ده تاني ستوب يعني بدل الستوب ده بعدين تاني ستوب فين قلت لهم لا عملت تاني ستوب من اول حاجه بس لازم عشان نثبت شغلات في سنترز حاجه ثانيه ان اثبت فيها اعاده القطع الداخليه زي الدريل تويست دريل زي الريمر الفرق بين التويست دريل والريمر البورغل اللي هو البورغل التويست دريل بيعمل لك تقل الريمر بينعمه قطعه اعلى يعني مثلا شفت مثلا التقل مثلا انا عايزه قطعه 10 الاول اعمله البونتا 9.8 وبعدين اخش بالبورغل يعمله لي 10 بالظبط تمام البورغل اللي هو الريمر صح؟ الريمر تمام الريمر طيب هو معنى كده بقى ان البونتا دي تبقى بطول البتاع كلها؟ لا هتبقى كده انت هتخش عنك بقى 8 تبقى لحد هنا بس مثلا ودي طويله اصلا كويل من جوه نسميه كويل يو اي ال اي حاجه بتشيل التويست دريل كويل زي برضه كويل اي حاجه بتشيل ايه؟ بتشيل القلم بتاع البونتا اه تمام تمام فالكويل ده هتبدا تلفف هيشيل البونتا هنا لازم غصب عنك حركه التغذيه وعمق القطع مانيوال هنا اه انت اللي متحكم فيها بايدك انت اللي متحكم بايدك بتخش ما تعرفش هنا دي تتحملها اوتوماتيك حتى المكنه الحديثه او اي حاجه صح؟ جابت لي حاجه قلت هنا اوتوماتيك ازاي معلش عشان الطينه ماشي ماشي معلش بتوع من الالووز قلت لكم يا جماعه لو انا عايز اشغل اوتوماتيك بثبت بعشق عمود الايه؟ عمود الجار مع صندوق التروس اللي هنا مش فاكر ان مهشوم هنا صندوق التروس اللي هنا كده اه تمام قول انا عشق صندوق التروس ده اهو صندوق التروس ده هعشقه مع العمود بتاع مين؟ اللي هو السجنال ده تمام عمود الجار ده عمود الجر اسمه ايه بالانجلش معلش؟ الفيد رود فيد رود من التغذيه تمام تمام وبعدين عندي هنا الفوق ده عمود الالووز ده عمود الالووز انا بحب اعمل الالووز اوتوماتيك هعشق العمود ده بدل ده هعشق العمود ده مع تمام تمام مش هعشق ده مع حمد بتشتغل ازاي بقى؟ بتشتغل ازاي اوتوماتيك بتمشي قدام يعني لو عايز اعمل بتمشي لوحدها من غير ما انا اشق انا بقف ده جنبها كده هي اوتوماتيك يعني لو عايز اعمل حاجه عادي هعمل ده عشق ده عشق ده على الترزية عادية لكن لو عايز اعمل الوز عشق اللي فوق اللي هو اللي سيلفر ده دلوقتي احنا كده دلوقتي عايز اشتغل احباط داخلية بس جاي لي شغل ايه؟ جاي لي من جواه في اصلا فعايز اعمل فيها ايه؟ الوز داخلي فهجيب قلم برضه سريد داخلي الفكرة بس قلم هو سريد اي قلم داخلي لازم يكون عامل كده ايه الحتة اللي داخلة دي؟ عشان يبقى قلم عامل كده يخش ايوه خلاص ولازم تبقى الحته دي قطرها اقل يعني شغله تبقى جايه لي كده لازم تكون دي قطرها اقل من الشغله طبعا تمام يعني لازم اكون عامل حسابي ان ده صغير اصغر من ده يبقى ده يعرف يخش تمام كده خلي بالك ده هيبقى مسافه ساعه طول بص هنا فالقلم ده هيبقى ليه دراع كده لازم انا اخلي بالي ان طول القلم ده كله يغطي الشغله يعني لو طول القلم ده صغنطوط ده هيوصل في الاخر هيبقى مش عارف ايه لو الشغله دي طويله هتيجي ده بتقول بص هو عامل ايه عايز يخش جوه الشغله فالشغله تتكسر تاني لازم يكون ده طويل يعني كده هيبقى القلم كده الشغله هي مثبته هنا
لازم لما اخش بالقلم اتاكد ان طول القلم ده الكتف ده لما يخش اطول يوصل لحد الاخر يعني يوصل لحد الاخر لان المشكله قصنطوط كده هتلاقي نفسك بتخش بالشغله 2 مللي بس منه وبقيت مش عارف تخش ليه ده هيصدك طول البوست هيصدك تمام. لازم اتاكد ان طول الكتف ده اطول من الشغله اللي هي البونت انا بشغل بيها مش بونت امال ايه لازم اتكلم على ثريد لو عايز اعمل ثريد الوز مش انا بحط الاداه هنا برضو لا مش تبقى هنا انا لسه بقول بقى اهو هتبقى فين اللي هنا بحط هتبقى هنا وبالجنب البونطه البونطه هي بحط البونطه وبحط الريمر هنا بحط ايه هنا بقى هنا انا برضو بحط ممكن اعمل لو انا عايز اعمل عمليه سنترنج احط ده احط زومبا هنا واعمل سنترنج لو عايز اعمل عمليه دريلنج الدريلنج عباره عن كام عمليات بتعمل حاجه اسمها كاونتر سينكينج كاونتر بورينج بتعمل دريلنج وبتعمل ايه ريمينج ايه كاونتر بون سينكينج كاونتر بورينج لو انت مثلا عندك كراسي الخشب بتاعتك بتلاقي عندك مسمار عامل كده غاطس جوه الجزء بتاعك غاطس كده وشكله ايه الشكل ده كانه كون ده بنسميه ازاي اتعمل الحته دي ازاي اتعمل التوب بالشكل ده كده فتحه دي بستخدم اداه قط شكلها عامل كده حاجه بحطها كده وبتدور تعمل الشكل ده تمام كون بتعمل في الدريلينج ده بنسميها كاونتر سينكينج عمليه اللي هي المخروطيه دي اسمها كاونتر سينكينج كاونتر بورينج لو المسمار غطس عندك كده مش ساعتها مسميه شكل قط في عندك نوعين بنسميه اما كده يعني سلندر عاديه خالص وتلاقي فيه حتى فتره المسمار ده اللي بيخش اللي بيدخل بيه المفك بتاعك غطس جوه كده جوه المسمار عشان يغطس في الايه في الكرسي الكرسي بتاعك دي ساعتها بتجيب بقى اداه القطع بتاعتك تبقى عامله كده اهي وبتدور تمام هنا كاونتر ايه كاونتر ده كاونتر بورينج كاونتر بورينج لو عايز اعمل عمليه سنترنج الشغله دي نفسها الفتحه اللي اتعملت دي عشان اخش جواها مش عملت اول سنترنج سنتر يعني ايه يعني الشغله كانت عندي كده رحت جاي عملت حته كده جبتها منين برده سنترنج حاسمها زومبا الزومبا لسه بتاعها برده هنا اللي هي دي لا مش دي في حاجه اسمها سنترنج عايز اعمل عمليه سنترنج اخش بالبتاع ده ثابت في حامل وده يخش جوه الايه ويبدا يعمل ايه مانوال والشغل طبعا بتدور يقوم هو ايه داخل يعمل لي السنتر اللي انا عايزه تمام هنا بثبت ايه كل العدد بتاعت البونطه ثبت سنتر ثبت برغل دي صح دي سنتر ما بتكونش مش حد بعد ده سنتر يثبت ده دي فيها زوايا قطع ده اللي بياكل انا عندي ده عايز يكون في تويست يطلع منه الرايس ده ما فيش لا في تويست انجل ولا في اي حاجه ما فيش زاويه الهيليكال ده يطلع منها الرايس ما ينفعش اقطع بيه ده مجرد تثبيت تمام زي ما اقول لكم الميلنج ده فرق بين التنس وبين سكينه الفريزر تعرفوا ان الترس ما ياكلش ما يقطعش سكينه الفريزر شكلها عامل زي الترس ممكن بس ما بس ليها زوايا قطع فاقول لكم الفرق دي نبص عليه يعني هتلاقي في حرده كده فيها اكيد في قاطع يعور في مشكله يا جماعه في كده؟ لا هنا بحط عشان كده بقول لكم عمليه الخرائط الداخليه في تولز في ادوات في ادوات قطع تثبت هنا في ادوات تثبت على طول بوست تمام اللي هيثبت على طول بوست لازم يكون ليه ايه؟ كتف يعني يكون طالع كده وعامل كده معوج يعني له سنه كده يخش كده هو كده وكده عشان ده اللي يخش جوه الشغله لازم يبقى اطول منه لازم يكون طول عشان ما يتكسرش جوه الا مش هيوصل لاخر عشان ده ما يصدش في الشغل ويقوم يكسر معايا مشكله فهنا بعمل ايه بقى يا جماعه نفس العمليه اللي قلتها في الخارجي هقولها في الداخلي عمليه خراطه طوليه داخليه تمام يعني اقوم جايب قلم زي ده اهو ده ممكن يعمل حاجه داخليه لان هو ليه ايه حته زي كده معوك سنة بس يعني هنا بس طبعا ده المفروض يبقى سوري يا جماعه ده يتحط كده يتحط كده عشان تعرف تخش جوه الشغله بتاعته تمام تمام يعني هيبقى هي الشغله بتاعته ده هيخش ازاي؟ وهو بعيد كده اهو بتتحرك يا سعيد الرسمه دي بتتحرك كده لمس كده وده يقعد يعمل مالكش دعوه بالشغله دي بتقول لك ده اللي بتكلم عليها يا جماعه لما اجي اثبت هنا لازم ارمي الطول ده يعني انا ماليش دعوه بدي خالص دلوقتي لا بنتكلم بس عن الشغله دي بتكلم عن شغله صغيره مش على الشغله دي يبقى عامله كده واثبته كده وابدا ادخل كده صح هياكل منها من جوه المشكله يا جماعه في ده لا يبقى ده خرطه داخليه عايز اعمل الوز داخلي هجيب برده قلم زي ده كده بس يكون فيه شكل ثريد يعني فيه شكل مثلث عشان يعمل ثريد عايز اعمل مسلوب داخلي يعني مسلوب مسلوب يعني تيبر يعني زاويه تكون عارفه لو قلم ايه مش كده انا معاكم قلت لكم هاتس يعني عندك كده حاجه عايز تعملها كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه المسلوب ده هو انا مش عارف كوستنج انا مش عارف شكل القرطاس ده القرطاس ده كتر كبير وكتر صغير ازاي اعمل بقى مسلوب كده ده بنسميه تيبر الانجلش بتاعه تيبر هيبقى القطع عامل كده برضه مثلث كده لا عكسه يبقى عكسه بقى فكرته في ايه؟
ان كل محور هو اصلا يا جماعه فكره المخطوطه عباره عن ايه؟ السلندر اصلا عباره عن ايه؟ راسم بيدور حول حول محور. صح؟ بيدور بيعمل اسطوانه. ففكره المخطوطه ان نعمل خطوط وصفيه، فكره المخطوطه ان نعمل ايه؟ خط متقاطع مع السنتر. لما يدور حوالين المحور ده يعمل ايه؟ يعمل مخروط ويدور كده. يعمل ايه؟ مخروط. بص كده خط متقاطع هنا هيبدا اول بقطر صفر. دايره ما فيهاش اي قطر عشان يعمل مخروط. فهنبدا ايه؟ هيبتدي القطر يكبر. بالظبط. هذا ما يعملك المخروط بتاعك. الفكره ان انا اعمل ايه؟ اخلي القلم مع الشغل في ميل، في زاويه ميل. صح. انا مع شغل في زاويه ميل بس دي الفكره الاساسيه. خلي الشغل مع القلم في زاويه ميل. ده بيتم بطريقه من اثنين. الطريقه الاولى اما ميل الشغل او اميل القلم. اميل القلم. ينفع الاثنين اقول ده انت وده انت. القلم مش ده لازم في السويفر بليت؟ السويفر بليت دي تعمل ايه؟ بتميل. طب هو القلم لو افق السويفر بليت كده؟ الشغله مالت؟ ولا عدله؟ لا عدله. اهو هيطلع اسطوان زي ده. هتاكل منها. لان ده حركه راسم. راسم. لكن لو عايز اعمل فرق بين الاثنين يبقى في زاويتين. تمام. بالظبط كده. تمام. فتقوم جاي مايل ده بزاويه، لو زاويه الكون بتاعتي 60 اميل ده كام زاويه؟ لو زاويه المخروط بتاعي 60 اميل ده بزاويه قد ايه؟ 30. 30 نص الزاويه. هاخدها بالدايره. هميل ده هميل ده ب 30 درجه. لما 30 درجه يجي القلم وهو بيمشي يعمل ايه؟ ياكل هنا كتير ياكل هنا قليل. هنا عشان هو 30 زيه وهنا 60. ما شاء الله نفس هي زي ما هي. فالقلم انا عملته مايل. لكن هنا يعتبر مش هيعمل حاجه يعني. بالظبط كده. ده ماشي بيه. ده هو هيبقى عليها بالظبط يعني هيبقى مظبوط. بالظبط كده. لو انت عايز لو ده قطر انت اللي انت عايزه يعني. لو انت عايز تقلل هتخش والله ده دماغ جامده جدا على فكره. تمام. يا جماعه تقوم ماشي كده. هو ده كده عملت ايه؟ عملت مخروط ده خارجي. نفس الكلام كده عامل مخروط داخلي. هدخل برده قلم يبقى برده داخل بزاويه معينه اهو. برده القلم اللي دخلته ده واديله زاويه ايه؟ واديله زاويه ميل. يعني هدخل برده السكران ده لما اجي ادخل القلم بتاعي هديله زاويه ميل فيبقى المخروط بتاعي ايه؟ بقى برده تقاطع اهو. ايوه بس هميل الشغله كمان ولا هميل القلم بس؟ القلم بس هنا بس كده. هميل القلم. هميل القلم واعمل مسلوب داخلي. في مشكله ويبدا ياكل الشغله من الداخل. كل شغله جايه لي مالها من جواها من الاول. ايوه بس هو انا مش متخيل ده ازاي هيخش جوه لحد دلوقتي. هو ده مش هيخش ده هيخش. لا انت لو انت عندك قلم كده طالع منه فين زي ما درسنا غير ده اللي هو اللي معقول كده بقى اللي درسناه في الاول ده خالص كده ده ما ينفعش يخش. الشغل لو عامله كده ما ينفعش ده يخش. يخش ده ده معقول عامل زي ال صح ده ممكن يسريك وتعمل زاويه مين. لكن لما تعمل ميه ما ده ما يخبطش يعني لو انت ميلت ده ما يخبطش يعني في الشغله ما تعرف يمشي بس يا مثلا كمان بحكي واحد بتاع الكونبوت بتاع كبير وكل قلم ده كتف صغير سن صغير هيساعد في الشغل. المشكله ده كده بعمل ايه؟ مسلوب داخلي. ممكن اعمل قلاوز. قلاوز ممكن اعمل ايه؟ كراسه طوليه داخليه. ممكن اعمل نفس عمليه الدريلينج بس باستخدام بقى التلستوك. بدخل بقى بونطه او بدخل سنتر او بدخل كاونتر سينكينج او كاونتر بورينج او ريمر. ريمر اللي هو البورجر. المشكله كاونتر سينكينج عشان يعمل كاونتر سينكينج. كاونتر بورينج مش كاونتر. بس الفكره كنت عايز اقولها دلوقتي عمل المسلوب حاجه من الاثنين اما بميل ده او بميل الشغله. ازاي بقى بميل الشغله؟ التلستوك ده الفانكشن بتاعته الثالثه اللي هقولها دلوقتي كده فانكشن للتلستوك ان احط سنتر عشان اثبت شغله. ان احط فيه عدد القطع البونطه بتاعت الدريلينج عشان اعمل اخدها داخليه. حاجات داخليه يعني هو بداخلي كاونتر سينك كاونتر بورينج. الحاجه الثالثه ان ده ممكن اعمل له ازاح في الاتجاه العرضي. يعني ده اعمل له ازاح في الاتجاه العرضي. ده يفيدني زي الفيسنج كده لما ابدا ازاح ده كده. لا مش فيسنج بص ركز معايا. لما ازاح ده كده هيبقى السنتر ده هنا والسنتر ده هنا. يبقى محور الشغل اصبح ايه؟ ميل. ميلت الشغل. ده عشان ثابت وده هيجي. ميلت الشغل تمام. في ميل. تمام. يبقى اصبحت القلم عندي ايه؟ هو اللي ثابت والشغله هي اللي مايله. برضه هعمل مخروط. تمام. في مشكله يا جماعه كده احنا عاملين في المكنه. اهم حاجه يا جماعه انتوا بتشتغلوا الرسم. يعني انت عايزين تبصوا في الكتاب كده تبصوا زي ما ترسم يعني كروب كده معاك وترسم العمليه مع القلم بياخد وقت اكتر. احنا نذاكر من التقارير ولا نذاكر اللي هي اللي في الكتاب؟ التقارير والكتاب. يعني الكتاب اللي هو انهي بتاع المحاضرات ولا الكتاب بتاع اللي هو اللي في اخر كل تقارير الورش بتاع الورش كيف منه برضه لان هو ملخص الدنيا شويه بس ممكن فهم بس مش طب اكتب بالعربي ولا اكتب بالانجلش بس دي مشكله بصراحه شكله انجلش بس اصل المشكله ان الورق كله بالعربي و انجلش احنا مدارس انجلش بس هي الكلام جه على مصطفى مين؟ مصطفى محمود هو بيكتب الورق
تجيب ورقه يعني جيب تار اند يور اي مشكله تقابلكم تعب سالي في اي معرفه مش يعني ذاكروا مخاطره دلوقتي ما عشان اللي انا قلته وبداوا لي الرسمه دي مش فاهمينها الرسمه دي فين دي التذاكر طب معلش هو حضرتك من هنا لحد يوم الجمعه حكيت بيبقى موجود يوم الخميس انا ان شاء الله الخميس هبقى بس بعمل الماتيريال عارف بعمل اولى ميكانيكا كده اسال على معمل الماتيريال في الدور الاول دور الارض اه طب حكيت موجود الساعه كام عارف انا المعمل عارف انا البريك طب ماشي هو ما عرفني طيب خلاص ان شاء الله المهم تذاكروا